من معاني الرحمة في القرآن المطر. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الرحمة هنا بمعنى المطر. ومن صور رحمة هذا المطر أنه يطهر الجو، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الحروب قرب بلادنا في العراق وفي فلسطين، وكان في السابق في الكويت وما شابه ذلك، فإن هذه الحروب تخلف عديما من عديمات الطائرات والحروب، ومن ثم فإن الناس قد يمرضون بهذا الداء، فإذا نزل المطر طهر. أليست هذه رحمة؟ بلى والله إنها لرحمة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا